نروح لتطورات الحرب الإقليمية. هجوم جديد بيستهدف سفينة في البحر الأحمر، والجيش الأمريكي بيعلن إسقاط صاروخين في نفس المنطقة. تفاصيل الخبر معنا بتوردها عربي بوست. القيادة بتضيف، قيادة المنطقة المركزية الأمريكية في المنطقة يعني، بتقول إن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك أبلغت عن إصابتها بصاروخ وطلبت المساعدة، وأن المدمرة الأمريكية جيرفلي والمدمرة لابون استجابتا لطلب السفينة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنه أثناء الرد على الهجوم أسقطت المدمرة جيرفلي صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقها من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. وأوضحت القيادة أن السفينة صالحة للإبحار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ويبدو أن هذه السفينة كانت تابعة لميرسك وهي شركة نقل الحاويات الأكبر، شركة الأكبر في العالم على ما يبدو. طب الجيش الأمريكي كتب بالفعل على تويتر بهذا الخصوص. القيادة المركزية على حسابها على منصة إكس قالت: زوارق الحوثي الصغيرة المدعومة من إيران تهاجم سفينة تجارية ومروحيات تابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر. وأثناء إصدار نداءات شفهية القارب الصغيرة أطلقت القارب الصغيرة النار على المروحيات الأمريكية المزودة بطاقم من الأسلحة والأسلحة الصغيرة، وردت مروحيات البحرية الأمريكية بإطلاق النار دفاعا عن النفس، مما أدى إلى إغراق 3 من الزوارق الصغيرة الأربعة ومقتل طاقمها، وفر القارب الرابع من المنطقة ولم تقع أضرار بأفراد أو معدات أمريكية. FBI عن مصدرين ملاحيين بالحديدة، والحديدة هي إحدى المدن الساحلية اليمنية. بتقول المصادر هناك: مقتل 10 حوثيين في القصف الأمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر. والقيادة المركزية حسبها على تويتر أو منصة إكس بيقول إنهم الحوثيين بدأوا بالقصف أو بإطلاق النار عن مروحيات، فتعاملت معهم المروحيات وأطلقت عليهم النار على 4 زوارق، قتلت وأغرقت 3 وقتلت طواقمهم، واستطاع الرابع أن يفر من المكان. FBI بتقول أو AFP بتقول عن مصدرين ملاحيين بالحديدة إن 10 من الحوثيين قتلوا في القصف الأمريكي كما قال أو كما ذكرت المصادر الحوثية. AFP هي وكالة أنباء. طيب نروح ل خبر من The Global and Mail. شركات الشحن اليابانية تواصل تجنب قناة السويس لأسباب أمنية. شركات اليابانية مش هتروح إلى قناة السويس ولا البحر الأحمر دلوقتي، وعندهم مشاكل وقلق من التحكم الحوثي في باب المندب وغيره. فورن بوليسي بتسأل: هل ستنقل إيران حركة الإرباك البحري من البحر الأحمر إلى المتوسط؟ هل لدى إيران القدرة على إرباك البحر الأبيض كما أرباكت الملاحة في البحر الأحمر؟ سؤال. وبيقولوا يبدو أن إيران خلصت إلى أن تجربة الحوثيين في البحر الأحمر كانت ناجحة للغاية، لدرجة أنها تستحق التكرار في البحر الأبيض المتوسط. وهو ما قاله الجنرال محمد رضا نقدي، القائد المنسق للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، لوسائل الإعلام الإيرانية يوم 23 ديسمبر. قال: سينتظرون قريبا إغلاق البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق والممرات المائية الأخرى. نتنياهو بناء على ذلك خد خطوة وصرح، بتنقل الاندبندنت العربية أن نتنياهو يتحدث عن حرب تمتد أشهر ويهدد بقصف إيران نفسها، ضرب إيران بشكل مباشر. التفاصيل بتقول أو بتحمل تهديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلام ده قاله مبارح السبت، وهدد بمهاجمة إيران مباشرة بسبب تبادل إطلاق النار شبه اليومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ونتنياهو قال: مش هقول تفاصيل، ولكن إذا وسعت جماعة حزب الله اللبنانية هذه الحرب فستتلقى ضربات لا يمكنها تخيلها، وكذلك إيران. سوريا تدخل على الخط، وخبر من الجبهة السورية كما يطلق عليها: قصف على قواعد أمريكية في منطقة دير الزور والحسكة. وحزب الله بيهاجم مواقع إسرائيلية
بالمسيرات والصواريخ وترد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من الغارات. عندي تقرير حروب في كل قارات العالم، هل اقتربت بوادر صراع حرب عالمية جديدة؟ هل الحرب الإقليمية اللي بنتكلم عنها ممكن تحصل بالفعل؟ هل ممكن نروح لحرب ربما تبقى بشكل عالمي؟